كل واحد داخل على الامتحانات ركز كويس قوي ان في طرق معينه لازم تذاكر بيها دلوقتي علشان تعرف تنجح بيها وانت بتمتحن وتجيب الدرجات اللي انت عايزها. اتمنى من كل واحد عنده امتحانات ورقه وقلم كده وبالراحه ويكتب، عشان الكلام ده هيفرق معاه جدا. يفرق معاه في الميموري ان الذاكره بتاعته تبقى احسن، يفرق معاه في الريكول ان الاسترجاع بتاعه يبقى افضل، يفرق معاه في الاتنشن ان انتباهه يبقى اعلى، يفرق معاه في البرسبشن ان ادراكه يبقى افضل، ويفرق معاه في الريزلت. لازم تحط في بالك ان اللي فات ده مش وقت ضايع، وان انت عدى عليك وقت ممكن تكون ما ذاكرتش فيه، بس تعرف حاجات كتير تقدر تلمها. ولو فاضل بالنسبه لك يوم، اليوم ده 24 ساعه هتنام فيه 8 ساعات، فاضل لك عدد ساعات انت مش مقدر قد ايه ممكن تلم فيها وتحصل. مش واخد بالك قد ايه لو بعدت الموبايل ده عنك وما بقاش في ايدك انت هتعرف قد ايه تركز. المهم انك تحكم المتغيرات الفيزيقيه اللي حواليك، زي الصوت، زي الحركه، زي ضوءك، زي ساعتك البيولوجيه، زي اكلك ونومك. انا بصحى مع الضوء، انام مع غياب الضوء. خلاص، دي فطره الله التي فطر الناس عليها. الوقت ده التخزين فيه بيكون اسهل. اللي بيحصل في اختلال الساعه البيولوجيه انك بتلاقي الطالب من دول سهران طول الليل بيخزن المعلومات. هو متعود يخزن المعلومات ويسترجعها بالليل، هيبقى قاعد في اللجنه الصبح. الوقت ده اختلف، بيعمل له شيفتنج، ما بيعرفش يسترجع المعلومه. ادي نمره واحد. اذا ما تم تخزين المعلومه، يعني بيحفظ حاجه دلوقتي او بيسترجع حاجه دلوقتي وجنبيه صوت اغنيه معينه، المخ ما بيترجمش ده، بيترجم الكونديشننج ده ان هو الواقع، هو الطبيعي، ما بيعرفش ان الاغنيه دي بره اللي انت بتذاكره، فبيدخل المثيرين ويخزنهم مع بعض. فلما تيجي تستدعي المعلومه اللي كنت بتحفظها بدون المثير الثاني اللي هو حققه هذا الاشتراط، المعلومه ما بتجيش. المتغير الثالث، وده اخطر، غير النوم وغير الاشتراط اللي ممكن يحصل بالشكل ده، هو انه بيحفظ او بيستذكر او بيسترجع شفهي، وده غلط تماما. مهم جدا ان احنا ندرب ولادنا انه لما يجي يخزن معلومه يخزنها باكبر قدر ممكن من الحواس، يعني يبقى شايفها بعينيه وبيسمعها لنفسه بودانه وبيكتبها بايده وبيركز فيها بمخه. فده احنا هنا بنعمل تكنيك لطيف جدا اسمه المنتال فيجوال ليسننج موتور كوردينيشن. بنعمل حاجه اسمها التوافق او التآذر البصري الحركي السمعي الحسي. فلو عينه نسيت، ايده اللي كانت بتكتب مش هتنسى، ولو ايده نسيت مخه هيعرف يجمع المعلومه ويتذكرها ويكتبها عشان كتبها 100 مره. الثلاث متغيرات دول اذا ما تم الاخذ في الاعتبار خلال الفتره البسيطه اللي احنا داخلين على الامتحانات فيها، تفرق مع الطلبه 180 درجه. بالظبط كده.